حلول مكلفة صحيحة، لكن في النهاية هي حلت مسألة في الحركة من المتقدم الكامل. عقب تفقده محاور وطرق مرورية جديدة، السيسي يشدد على أن هذه المحاور والطرق المرورية الجديدة تمثل شرايين حياة تهدف لتسهيل الحركة واختصار الوقت. محكمة العدل الدولية تؤكد أنها تلقت رسميا طلبا من الأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. على وقع تقدم موسكو في شرق أوكرانيا، حلفاء كييف يفشلون خلال اجتماعهم بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة. السابعة صباحا في القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة أخبار مفصلة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تفقده محاور وطرق مرورية جديدة بمحافظة الجيزة، شدد على أن هذه المحاور والطرق تمثل شرايين حياة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق ومحور أحمد عرابي، في ضوء تطوير محاور وطرق الجيزة وربطها بمحطة بشتيل. السلام عليكم. وتقع محطة بشتيل التبادلية في منطقة وسط بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكذلك لكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، مترو الأنفاق، مونوريل، خطوط أتوبيسات ترددية، وسائل النقل الجماعي. ويعد محور الفريق كمال عامر شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة. المشروع فندم بيبدأ من دائرة المنيب جنوبا لدائرة الوراق شمالا 12 كيلو فندم، خلاف المطالع والمنازل حوالي 3 كيلو فندم، بيخدم فندم ويربط منطقة المنيب والعمرانية خاتم المرسلين، كل منطقة المنيب والعمرانية وخاتم المرسلين بيعدي بعد كده سيادتك على فندم على شارع الهرم، بعد شارع الهرم بيعدي على شارع فيصل، بيعدي على شارع فيصل سيادتك فندم، بيخدم بعد كده على المحور صفتي اللبن اللي هو كوبري جامعة القاهرة ثروت اللي هو بيروح الدائري سيادتك، بعد كده فندم محور جامعة الدول العربية مطالع ومنازل، بيعدي بعد كده سيادتك فندم على محور 26 يوليو. قبل محور 26 يوليو فندم احنا نسقنا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل عشان محطة بشتيل ومحور أحمد عرابي الجزيرة فندم، بيربط بعد كده سيادتك فندم مع البراجيل باللوبات والمنازل، وبيربط بعد كده سيادتك على الوراق شمالا طول المحور فندم 12 كيلو 3 كيلو مطالع ومنازل، موازي شارع السودان وموازي شارع النيل، رفع كثافة ما هيرفع ان شاء الله باذن الله كثافة مرورية من على شارع السودان وشارع النيل بنسبة كبيرة جدا، لان كل قائد السيارات اللي طالعين على المحور نوت اللي بيسلكوا شارع السودان يا فندم وبيسلكوا شارع النيل هيختصروا الطريق ويطلعوا على المحور. تفتكر الكثافة اللي موجودة على الطريق ده لما ان شاء الله يفتتح يعني تبقى تفتكر قد ايه في اليوم؟ هتبقى يا فندم حوالي 15000 سيارة بالساعة فندم. في المحور ده فندم اشتغلت 24 ساعة، شغلنا حوالي 50000 مهني مهندس عامل حرفي اشتغلوا في المحور. كمان يا فندم في حاجة جميلة قوي اتعملت في المحور حسب توجيهات سيادتك، ان احنا اصلا اي مشروع بنشتغل فيه احنا بنرفع كل المرافق اللي موجودة وبنعمل مرافق جديدة، لان المرافق اللي كانت موجودة هنا سيادتك كانت مرافق قديمة جدا ومتهالكة، فاحنا حدثنا ورفعنا وجددنا وكل حاجة تمام يا فندم. ك
كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور احمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع احمد عرابي بطول 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه. كما تم ربط محور احمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 من يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفينكس بالمهندسين. وانا بس عايز اقول ايه؟ اتفضل. خلينا نرجع للكثافة المرورية اللي انت حليت المسألة لها هنا. تمام. تفتكر احنا حجم التجمعات السكنية اللي موجودة سواء كان على المحور كمال عامر او احمد عرابي حجمه قد ايه؟ 1 مليون 2 مليون. بقول لكم الكلام ده مش عشانك انت يا محمد، بقول الكلام ده عشان احنا عايزين الناس تبقى عارفه ان ما كانش في خيارات تانيه. تمام. ان احنا نسيب ده كده ونسيب الناس تمام تقعد 3-4 ساعات في الطريق، 5 ساعات ومصالحها تنتهي يعني. فدي حلول مكلفه صحيح، لكن في النهايه هي حلت مساله في الحركه من المنطقه دي بالكامل. الناس كانت بتصور ان احنا مهتمين فقط بشرق القاهره، يعني تمام. شرق القاهره وغرب القاهره وكل مكان محتاج جهد ادينا بنتحرك فيه. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديميات والكليات العسكرية. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كما التقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما وجه التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما تحملوه من جهد في تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن، مقدما الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات، إيمان بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية. كما طالب الفريق أول محمد زكي الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكدا ضرورة مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل. من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن بالأمر اليسير لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط في الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم في سجلات حب الوطن. ربنا يخليك يا بلد، ربنا يخليك وتربيتي بيكم وهم اللي هيبقوا مستقبل البلد ومعاكم وبيكم هيبقوا احسن حاجه. القوات المسلحه دي تعمل مصنع، بتاخد رجاله وبتطلع اساتذه. وربنا يحمي مصر ويبارك فيكم جميعا من اصغر جندي لسياده الرئيس
وتحيا مصر. تحيا مصر ألف مرة. وبتقولين فيكم لأن أنتوا ما عرفتوش تعملوا. بس إحنا نشكركم على طبعاً أضاف له طبعاً وجوده في الكلية الحربية طبعاً، و يعني سلوك عسكري جميل بصراحة، حاجة تبهر. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني يبارك في جيش مصر وفي الرئيس حضرة الرئيس، ربنا يديله الصحة ويبارك فيه. يعني ده أعظم أب شفناه، يعني ربنا يديله الصحة فندم، ونشوف دايما يا رب جيش مصر في احسن وابهى الصور يا رب ان شاء الله. انا احب اقول للقوات المسلحه ان انتم بتخرجوا رجال، بيخرج يتخرج راجل، بسم الله ما شاء الله، تدريب ورجوله واداب واخلاق، بسم الله ما شاء الله. يعني فعلا يعني فرق في يعني خلال شهر بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله وشخصيه قويه ومعتز بنفسه وقدوه وحاجه اتشرف بيها وخير لبلده ان شاء الله باذن الله تعالى. بنوجه التحيه والشكر لقواتنا المسلحه ولجيشنا المصير الباسل العظيم على مجهوداته العظيمه وعلى انشاء الشباب القدوه والفتيه العظيمه. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا جيش مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا بقول ولقد مننا عليك مره اخرى. ابني من سنتين الكبير اتقبل، وادي زياد اتقبل برضو، فالحمد لله، ألف حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. ويعني أنا فخورة جدا أن أولادي انضموا للقوات المسلحة الاثنين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أنا بشكر القوات المسلحة كلها، من أول رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصغر فرد في القوات المسلحة. بحب أقول لهم ربنا يحافظ عليكم يا رب، ويحافظوا على المكانة اللي هم وصلوا لها دي، وربنا يتم عليهم نعمه ويديمها عليهم يا رب إن شاء الله. لا اختلاف، هي فترة قليلة بس كفاية ان انا دلوقتي شفت راجل افتخر بيه حقيقة، يعني بصراحة التزامه دلوقتي غير قبل كده. وبعدين يعني انا وهو فدا مصر، ودي اقل حاجة، وانا بفتخر جدا جدا جدا. ربنا حقق امنيتي وامنيته هو كمان، وان هو يخدم مصر ويكون فدا مصر زي ما قلت لحضرتك يعني. وشرف لينا يعني بصراحة انضمامه للقوات المسلحة، حاجة فخر في منتهى الفخر طبعا، ان ابني يبقى منضم للقوات المسلحة دي حاجة تشرف اي حد يعني. وما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا وشعور ملوش وصف بصراحة. أقول يا ربنا يحميك يا ابني أنت واللي زيك، ويخليكم ويعليكم يا رب، وينصركم وينصرنا على عدينه. ربنا يحفظهم كلهم يا رب، ويرعاهم ويكرمهم يا رب ويجبرهم بإذن الله. لا بسم الله ما شاء الله، يعني الله أكبر، يعني حاجة تشرف بصراحة. يعني ربنا يبارك فيهم كلهم ويحفظهم يا رب. أنا فخور إن ابني دخل حربية، وبعتز بالحربيه لان كنت نفسي اكون مكانه قبل كده. والحمد لله الحمد لله. وانا يعني بناشد كل اب ان هو يزرع في ابنه نخوه وحب مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام مستوطنين إسرائيليين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جوريش جنوب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة تشكل تحديا سافرا لمطالبات دولية وأمريكية بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية. في سياق متصل، أكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. مهمة تبدو بعيدة المدى، وهي كذلك بالفعل، لكن تلك سمة البحث على الحق دائما. محكمة العدل الدولية أكدت الجمعة أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، غير أن البيان الصادر عن المحكمة لم يدل بمزيد من المعلومات حول الإطار الزمني لتلك العملية. كانت المحكمة قد حددت في طلبات تقديم آراء استشارية سابقة عقد جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد. ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي
هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير طبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة. ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه قرار بغيض. آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت في عام 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. في الحكم نفسه قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، ورفضت إسرائيل الحكم آنذاك، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية. في العاصمة اللبنانية بيروت ينظم نواب مستقلون اعتصاما في مقر البرلمان لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. خطوة غير مسبوقة ولكن لا تأثير لها على الجمود السياسي القائم في لبنان، هكذا يصف العالمون ببواطن الأمور في الشأن اللبناني اعتصام نواب مستقلون في البرلمان في محاولة للضغط على مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت تتعمق أزمة البلاد الاقتصادية والسياسية في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ قرابة 3 أشهر. ويمضي النائبان ملحم خلف ونجاة عون ليلهما في القاعة العامة لمجلس النواب، كما قصد بعض النواب القاعة العامة أيضا لمجلس النواب تضامنا معهما. صباح الخير. صباح الخير. نحن نمنا امبارح هون واليوم الشمس مضوية علينا من خلال السنروف تبع المجلس، نحن بنعتقد انه نهار جديد وامل جديد. اكيد ونهار حلو لكل لبنان، الله راد، ويكون هالخطوة نعتبرها بالجدية تبعها ونروح صوب يوم جديد لوطن بيحلى فيه العيش. وتأييدا للخطوة تجمع عشرات الناشطون في محيط البرلمان وسط انتشار كثيف لقوات الأمن بعد دعوات للاعتصام تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف التعطيل ودرء خطر الانهيار الشامل في لبنان. ولبنان بلا رئيس ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتهاء ولاية ميشيل عون في أكتوبر الماضي، إذ ينبغي انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى من الاقتراع وأكثرية النصف زائد واحد في الجولة الثانية، ما يعني أن أي فصيل أو تحالف لا يستطيع فرض مرشحه بدون تسوية ما. وفاز المشرع ميشيل معوض بأكبر عدد من الأصوات في 11 جلسة لانتخاب الرئيس، لكنها ليست كافية للفوز بسبب معارضة حزب الله الذي يتهم خصومه بعرقلة العملية الانتخابية لإيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى قصر بعبدة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا لن يغير شيئا في الوضع على الأرض. الخبراء يدركون جيدا كل المشكلات التي تصاحب هذا النوع من الإمدادات. الدبابات تتطلب خدمات وإصلاح إلى آخره، لذا ستضيف مشكلات لأوكرانيا، لكنها لن تغير شيئا فيما يتعلق بالتقدم الروسي نحو تحقيق أهدافه. في العاصمة الأوكرانية كييف، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا حلفاء بلاده الغربيين على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة ولا سيما دبابات. لا
We have to speed up. Time must become our. علينا أن نسرع. الوقت لابد أن يصبح سلاحنا المشترك. تماما مثل أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والمركبات المدرعة والدبابات التي نتفاوض معكم بشأنها والتي ستحقق النصر حقا. روسيا تحشد قواتها، آخر قواتها، في محاولة لإقناع الجميع أن الكراهية أقوى من العالم. ولهذا يجب علينا أنا وأنتم أن نسرع التصرف من أجل أوكرانيا ومن أجل أوروبا كلها، من أجل كل الدول الحليفة. الأمر يتعلق بالناس الذين يرون أن الشر والكراهية مآلهما دائما إلى الخسران. وفي قاعدة رامشتاين أيضا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده ملتزمة بقيادة تحالف دولي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. هذا العقد عقد حاسم للعالم، وهذه لحظة مصيرية بالنسبة لنضال أوكرانيا ودفاعها عن نفسها. ولهذا فإن مجموعة الاتصال هذه لن تتراخى في عملها. سنواصل العمل المكثف والبناء على التقدم الذي أحرزناه. أنا واثق من أن شركاء أوكرانيا في جميع أنحاء العالم مصممون على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي. الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بقيادة هذا الجهد المنسق. اجتماع وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا فشل في الاستجابة للمطالب الأوكرانية بالحصول على دبابات ألمانية لصد الهجمات الروسية، ما يضعف آمال كييف في الحصول على أسلحة ثقيلة من أجل مواجهة النجاحات التي تحققها القوات الروسية على أرض الواقع. وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين التي تقول إن الانطباع السائد أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع خاطئ. وعلى الرغم من التطمينات الأوكرانية، يخشى القادة الغربيون احتمال أن تستعمل كييف أسلحتهم في ضرب عمق الأراضي الروسية والقواعد الجوية والبحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. ويرى الخبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضلية حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق شرق أوكرانيا، حيث عادت روسيا إلى الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء. وتعد دبابات ليوبارد مناسبة بشكل خاص لأوكرانيا لأنها مستخدمة على نطاق واسع، ما يعني أن العديد من الدول يمكنها أن تساهم ببعض منها لدعم أوكرانيا. ومن شأن هذا أيضا أن يسهل على أوكرانيا إدارة عمليات الصيانة وتدريب الأطقم. لكن المستشار الألماني أولاف شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمها يتخذان خطوات بطيئة للغاية وينتظران تحرك الحلفاء أولا، بدلا من أن تتحمل ألمانيا المسؤولية باعتبارها أقرب قوة غربية لأوكرانيا. وقالت مصادر من الحكومة الألمانية إنها ستحرك قضية دبابات ليوبارد إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا. وأوضحت الولايات المتحدة أنها لن ترسل دبابات إبرامز في أي وقت قريب، قائلة إن استخدام الدبابات الأمريكية سيكون بمثابة كابوس لوجستي للقوات الأوكرانية بسبب ما تحتاجه من وقود وصيانة. بأبرز ما جاء بها من أخبار. الحلول مكلفة صحيح، لكن في النهاية هي حلت مسألة الحركة بالمتقرب الكامل. عقب تفقد محاور وطرق مرورية جديدة، السيسي يشدد على أن هذه المحاور والطرق المرورية تمثل شرايين حياة تهدف لتسهيل الحركة واختصار الوقت. محكمة العدل الدولية تؤكد أنها تلقت رسميا طلبا من الأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. على واقع تقدم موسكو في شرق أوكرانيا، حلفاء كييف يفشلون خلال اجتماعهم بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة. النشرة انتهت، أشكركم طيب المتابعة، بأمان الله.